سلامتك والشر طار، هذا لك من الله اختبار. هذا الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية أينما كنتم وأينما تواجدتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم ولا تيأسوا. بعد لحظات مشاهدينا الكرام سننتقل إلى مدينة أبي الجعد حيث سنلاقي حالة السيد صالح الزاهري. السيد صالح الزاهري اللي عانى لمدة طويلة مع مرض السياتيك والآلام على مستوى الظهر اللي خلفت له يعني عدة أمور، من بينها يعني أنه ترك العمل دياله لمدة طويلة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تعرف على مراكز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية وتشافى وجا باش يحكي لنا اليوم كيف كانت رحلة المعاناة مع المرض ورحلة الشفاء أيضا. مشاهدينا الكرام بعد لحظات غنمشيو عند السي صالح اللي غيعاودنا كما قلت كيف كانت رحلة المعاناة مع المرض وطريقة الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أيضا المكملات الغذائية التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا هذا المرض هذا تصبت به دابا من 2007، والسبب ديالي كنت هزيت واحد البيمة في العيد، شريتها من في العيد وهزيتها ما هواش. المهم صافي هذاك النهار نيت داز عندي العذاب من تماك، وليت تنكالمي ما بغاش يتكالما، مرة يمشي عليا مرة يجي. المهم بقيت تنعالج معاه هكذاك 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 والو. في الاخر هاد العام هذا تفرج في قناه الحقيقه في لوتيب في الانترنت وداكشي صافي. الناس خصت واحد جوج تشافوا قريبا نفس المرض مني تقريبا، تيبان لي داك السيد تيهضر عليني تقريبا بحال عديتان. المهم هي هذيك بقيت تنتردد لا لو نمشي لا ما نمشيش لا هادي لا هاديك لا تنسوق الناس داك ما تلقاش عندهم هنايا في بزاد قليل، ما لقيتش واحد اللي وي تا شفتايت صافي. انا نغمض عيني ونمشي لعندهم راسي. مشيت للمركز هنا في بني ملال، سولت هنا سط واحد السيده في بني ملال بعدا هي اللي قلا هضرت على داك الحي ديال المسيره، قالت لهم عندها ولدها مريض وداك الشيء واخا ماشي المرض بحال ديالي ولكن انا تنبري على دري صافي غنمشي. المهم ديال كازا ما عديش. المهم قلت تنشوف هذيك المراه قالت لي موديها قلت علينا المسيره في بني ملال، وانا ناخذ ديك الفكره المسيره. اذا المسيره راه كاين عندهم مركز هنا صافي. انا نعاود عند هذوك البنات تما استقبلوني وداك الشيء مزيان واش تيضرك واش هذه كذا. المهم تعاودت لهم الحقيقه ديالي كامله داك الشيء. المهم قالت لي كاين عندنا الجرعه راه كاين عندنا. المهم هي هذيك. المهم قلت لها المهم انا غنمشي شحال. المهم عطاتني الاثمنه وداك الشيء. المهم مشيت قلت لها المهم انا غنمشي نشوف كيفاش. مشيت وزدت ديك الماديين صافي. انا نعود صافي انا نخلصها. هي هذيك بقات حتى جات. المهم عيطت عليا قالت لي تعالى صافي راه زاد صافي. بزاف جابها لي واحد الدري نيت ولد اختي كان تما قلت لي طراكا جابها. المهم استعملتها دابا هادي تقريبا 25 يوم تقريبا باش نكون ما عنديش التاريخ بالضبط ولكن 25. المهم الدواء كمل دوا كمل صافي. وليت بخير. النهار الاول نعرف اش درتو ديك الثلاث ايام الاولى ولا اربعه تقريبا شي سيمانه تقريبا شي ست ايام ولا سبعه عييت صافي دهشت. ولات المراه معايا تقول لي يا ودي كون حبستي من هذا الشيء صافي. ما تليت قديت نوض صافي بغينا نحبسو منه صافي ما تلينا بغينا نديروه ما تا حاجه صافي. عقبت قلت لي لا والو نكملو واخا نلحق الارض ماشي مشكل. المهم كملتو ولات نهار ولات غادي القضية عدي ولات غادي الوقت عدي وتيتعاود صافي. هي هاديك. المهم دابا نحمد الله هاد الساعة اللهم لك الحمد كملت ديك الجرعة صافي. المهم كمان بعدا تشافيت راه غادي ان شاء الله بدا دابا العمل ديالي. انا تندير داكشي ديال البني وداكشي ديال الخدمة المعلم ديال تبنيت وهادشي. المهم انا غادي نبدا دابا العمل ديالي ان شاء الله ونشوفوا واش باقي غادي يرجع ولا ما بقاش. المهم دابا راه مشى. ايوا هذا هو المشكل اللي كاين والحمد لله هاد الساعه ونشكروه. شنو كان عندك انت بالضبط؟ شنو اللي كنت عندي سياتيك. عندي سياتيك وحنا نقولوا ليه هنا بوزلوم ولكن فرونسي تيقولوا لهم سياتيك صافي. هي هذيك عرفنا بلي عندي سياتيك تمشي هكا تيقول لي عندك سياتيك تمشي هكا. شحال من طبيب هذا دوزت راه شي خصك راه قريبا الا ما تكونش تكون واحد 14 ولا 15 هادي شي 14 طبيب تقريبا هادي اللي هاد الاخر هذاك مشيت لعندو البوزنيبه هنا في حدا اخر يبقى. مشيت لعندو قال لي ما غاديش نبقى نهضر معاك صالح الا ما خصك تجيب لي سكانير.
باش نعرف فراسي فين شنو تندير. واحد توقف في تادلا قبل من هذاك قال لي خصك دير سكانير. انا فكرت قلت نمشي لهاد المركز الهاشمي ني تعرفت الادريسه سمعت ديك المراه قالتها صافي جاتني سهله بان هنا باش نهبط من هنا جاتني قريبه. المهم حتى في المركوب الخيسه وداك الشيء قلت صافي نمشي لعندهم بعدا عند 16 معاهم صافي هي هذيك مشيت لعندهم شد داك الدواء ديالي نفس هذه قالت لي ودي راه صافي كاين صافي استعملت انا وحده كنت داير على حساب جوج ولا هذا ولكني صافي جاب الله التيشير على وحده بعدا راه صافي ماشي هكا في سنين العذاب الناس كاع خدامين وانا تندور دابا راه ثلاثه الصور هذه وديك المره ديما يدير لي ديما سهرين ديما ثلاثه ديما اربعه ديما خمسه ديما تيحبسني على الخدمه الخدمه تاع الحق ليها هي هذه نتم خدام فيها صافي ونتكوان شعاود ونخليها ونجي المهم كنت خدام انا نسمح فيها كنت هذه المهم تكرفيش عندي ديما وتنطلبوا من الله هذا العشوب ديال الهاشمي ياك ما يعاودش يرجع لينا هذا المرضى ما دابا راه مشى هاد الساعه بقيت شي شويه ولكن ماشي مشكل مع خصني التسخينات وداك الشيء صافي يمكن غادي يمشي وهذا هو اللي تيبان لي انايا هو التكرفيش انا راه داز عليا ماشي التكرفيش دابا راه سبعة سنين هادي ولا ثمانية المرض راه شدني قبل ما يزيد عندي الدري قريب الدري دابا عنده 10 سنين او سبعة سنين فين سبعة سنين اللي عندي النيت قد هي هذيك المهم فكرت قلت غادي نمشي ندير العشوب ديال الهاشمي اما هادشي ديال الكيماوي راه ما خدمش ليا ديال الطب وداك الشيء ولات البنات تضرب بها ولات تضرب بها بحال الاخرى ما بقاش تيقبلوا بعضياتهم كاع الانسان تيضرب في العام ديال البلاوه تقريبا السوكه تقريبا تضرب 8 10 في العام ولا الجسم ديما تيهز عندي انا 10 12 في العام دائما هذه ضروري ما درتهاش ما نصيبش الراحه دابا درت هاد العشوب ديال الهاشمي راه سخنوني مزيان واخا تمحنت نهار الاول فاش درتهم ولكني عقب الفعل جاب الله النتيجه وداك الشيء اللهم لك الحمد مدنا تنشكروا هاد الدكتور الهاشمي على هاد الاعشاب وهاد الخيرات اللي تفرق على الناس فهمتي تيعالج الناس تعالجت بزاف قريب اللي تنشوف انا في اليوتيوب وفي القناه الحقيقه وداك الشيء يا زعما تيبان ليا راه رحمه للعالمين في الحقيقه الناس هنايا في هذا الخير اللي تيدير راه العجب او اللهم لك الحمد انا راه وليت دايرو عندي في التليفون وليت داير انا ديك الرؤيه الصرعيه عندي في التليفون اي وقت تنط اي وقت فهمتي وهذا هو اللي كاين اللهم لك الحمد هاد الساعه بعدا راه نحمدنا وشكرنا دابا نحمد الله ونشكرو ماشي بحال ديك النهار ديك النهار ما تنقدرش نزيد تمشي عوج وليت تمشي عوج صافي اللي تيبان ليا ما محال تبقى العلاج عندي انا تنظن كاع ولا لقيت صافي فقدت اللي تنقول صافي الناس دارت عشي حاجه بسيطه وبرات انا ما ولا تيبان ليا صافي ملي تمشي لعند الطبيب ما تجيبش عليه هذه ما تجيبش عليه النتيجه وتمشي لعند الطبيب الاخر ما تجيبش عليه النتيجه صافي تغمضوا عينيك صافي تقول صافي ممكن هادشي ما بقاش منه شي حاجه طب باش ممكن كيقولوا تيقول كاع عندك سيادي كاين تم غادي لعندو هذاك اللي في بوزنيبه كي تم داخل لعندو قال لي دار هكا قبل ما يهبطني فوق البايص قال لي عندك سيادي بلا ما نقلب لك اللهم عليك الحمد دابا مزيان ما كنتش بعدا تنتربى بهاك انا التربيه بعدا ما كانت سيدي خصني لو نتربى خصني نطلق شويه رجلي هكذا ونعلي واحد جوج وشاي وعاد نسد الارض دابا التربيعه بدا ما كانتش كاع هذه اللي انا داير قدامك دابا ما كانتش هذه وما تصيبهاش واخا يضربوا لك سبعة سوكات حتى انا بغيت عن تربع ولا رجع ولا عن صلي ولا داك الشيء والو الصلاه راه واحد لقيتها وليت تنصلي قاعد كاع ودابا اللهم لك الحمد دابا درت الدواء وهذا الشيء دابا جاب الله التيسير ديال الاعشاب وهذا الشيء قلت لك اخويا من الوقت ما انا حير مع المرض ديالي واي قناه تنقلب فيها واي عساب اي شي واحد تنشوف تنبقى تابعو فهمتي المهم عجبتني انايا هاد القناه الحقيقه بانت لي بحال حقيقه لان ما تدوز في التلفازه وداك الشيء بحال ما الاخرين يقدر يتعرض للنصب ولا ها ما جربتيش تمشي عند شي لا ما جربتش اما الكوكوايا جربتهم الكوكوايا دوك ديال الكوكو طال الحام هذوك عشت معاهم بزاف قريبا العام اللي ضربني انا راه تكون شي 16 واحد ولا 17 اللي دلكت ليا قطعه اللحم وكويت هما يكونوا شي 8 ولا 10 وعاد الطباخ لاش ما نناقشوش عليهم هذا طبيب كا هذا طبيب مزيان هذا طبيب هذا كلشي
كوايه تاكو براسو تتلحقي لعدو تيقول لك بوزلوم ولا السياتيك تاكو تقول لي بحال طبيب ولكن الناس باش نعالجك ما كاينش تيسخن لك تيحرقك المهم تيكويك وصافي تيقول لك واش الله كيفاش تحسو؟ والو ما كاينش انا في الكي بعدا ما تخدمش ليا انا العافيه ما خداماش ليا كاع بالنفس تام ما تخدمش العافيه مازال نخدم ليا في الحقيقه خدموا ليا نعس زيوت بحال زيد دابا ديال الهاسمي وداك الشيء قريبا طلق ليا شويه طلق ليا النيت الحقيقه النيت مزيان عاود لينا ملي مشيتي خديتي الجرعه المره الاولى قلت لك قلت من هنايا مشيت نيت ركبت لحقت لتماك نقول لك اخويا مع العشره ولا داك الشيء لحقت تما بقيت المهم لحقت لحي المسيره بقيت تنسول قلت لي سولت واحد السيد قال لي واه ما هنايا زدت واحد اخر قال لي واه تنعرف انا المركز وكاع دور مع الزنقه الزنقه الاخرى غتسيبي صافي مشيت لعندهم هي هذيك السلام عليكم السلام استناش عندها عندنا شي ناس تما سديت النوبه توصلت لعندي صافي مشيت لعندها حكيت لها الحقيقه ديال المرض اللي عندي وداك الشيء شنو عندي ديك البنت زعما زوجات ما استقبلونا النيت استقبلان الحار في الحقيقه شنو عندك وكذا وهذه وهذه المهم قلت لها المرض اللي عندي قالت لي مأكد قلت لها مأكد زعما ماشي مشيت لها اي طبيب تيقول لي عندك سياتي صافي قالت لي ودي الزرعه ديالنا ها كاينه كاين صافي هي هذيك زيت حتى هنا عاد خلصت لي انا فاكسيت من هنا في الويستير قلت بلا ما نزيد هذاك المركوب اللي غنمشيو داك الشيء اللهم نفاكسي من هنا صافي هي هذي فاكسيت ملي صافي ثلاث ايام يمكن اخويا ولا اربع ايام والله ما عرفت المهم بحال هكا ثلاث ايام اربع ايام ولا الا يومين قالت لي قال لا خلصتي الاربعاء راه تجيك الجمعه اي خلصت الاربعاء وجاتني الجمعه ثلاث ايام هي هذي صافي زيد ما تنستعمل فيها وتنشكر الزوجه ديالي تمحنت معايا بداك الزيوت وداك وديك محين تايكا وتمحنت معايا ساد معايا الوقت وسادي الحساب وسادي لا حساب العشوب ولا حساب هادي تمحنت معايا في هاد 25 اكثر من داك الشيء اللي كنت انا مريض فيه كاع وتنشكرها مع المنظومه وتنجازيها على المحين ديالها تايكا وعلى هاد الشيء مع الدواء ومع هاد الشيء هو هاد الشيء هو اللي كاين اللهم لك الحمد هاد الزيت هذا كنديروا المفاصل وخفي شويه ديال الريحه زوين صراحه نقول لك هذا الزيت البلديه كندهنها الجسم ديالي كامل هذا ديال السلسول ديال الظهر خاص بي ديال السلسول ديال الظهر وهذا عسل تيتكل ثلاث مرات في النهار مورا الماكله وهذه الريق الصباح معلقه فين هي بعدا هادي الحمد لك يا الله حفظتني الحمد لله هادي تعريق معلقه في الماء سخون تخليها 10 دقائق وتنشربوها عريق وتنتسناو شي 10 دقائق ولا ربع ساعه عاد تنفطر هذا كرامه تاع سيدي ربي هذا ما تتشربيه ما تبقى صافي تيزقع لك لا كان شي حريق ولا شي حاجه ديري اي حاجه ثلاثة مرات في النهار وديما مورا الماكلة واش غنقول لك هذا راه تبارك الله هذا خير من ديال ربي هذا تشربيه ما تبقى دارك لي حاجة الناس اللي تنقول لهم أنا بعدا اللي عنده سياتيك بلا ما يبقى يتردد عيها قود يسري سمعتي من غير إلا كان شي قدر تاع الله إلا كان شي قدر تاع الله أنا ما عاد حتى شي واحد ما عنده ما يدير مي إلا كان عنده مرض بسيط يقدر يضرب زرعه جوج ثلاثه يقدر من الدراري اللي تبعتهم راه كاين اللي دار جوج ثلاثه اللي شفتهم انا في الوتيب ولكن انا كنظن الحمد لله راه على واحد راه جاب الله تيسي لكن هو ما يترددش واخا يلحق حتى ثلاثه ما يخاف عاب الحق ما يكونش عنده شي شي عطاب اللي هو ما كيتعالجش بالعشب وهذا هو اللي نقول لك الحمد لله قامتك بالسلام